يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا هناك مدرسة خيرية يراد إكمال بنائها، فقال المسؤول عن المدرسة: من تبرع لإكمال البناء فإنه سيكون أحق الناس بالعمل والوظيفة في هذه المدرسة عند التقدم على الوظائف للتدريس، فهل يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يجوز. إنه يقدم خيره ويريد أنه يصير له ميزة على غيره من المستحقين المتقدمين، ويريد الخير، يريد الثواب، يريد الثواب، فيشارك ولا يرجو من ذلك إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. وما مسألة تقدم فهو كغيره من المستحقين. نعم.